لاعب نادي النهضة. أيضا حديث أخير لصاحب الهاتريك في هذه المواجهة مايجا، اللاعب اللي قدم حضور مميز من أول مباراة نروح فيه عبر ام بي سي برو سبورت. مبروك الفوز اليوم في هالمباراة، أول مباراة يلعبها مع نادي النصر رسمية ويسجل 3 أهداف هاتريك. Yeah, it was very hot. طبعا كان جو حار. Because the weather is not easy. But we win today. Everybody happy and it's great. Yeah. جميع سعيد الحمد لله. Yeah. فنيا اليوم كأول مباراة يلعبها يسجل 3 أهداف، واضح إنه في انسجام حاضر بشكل قوي في هالمباراة بالنسبة لمايكا. Coordination between you and other players from the beginning. Yeah, of course, yeah. Before in this week or the training, we try to do the job together, and now we play well, and everybody happy, and I hope we're gonna play more better than this, and I know we have the very good player. طبعا كان في انسجام، نحن خلال الأسبوع الماضي كان في تمرينات والتمرينات كانت ناجحة وبشكل جيد. أتمنى أنه لسه ننسجم أكثر مع الأيام في مباريات المقبلة نلعب بشكل أفضل. حتى اليوم في منافسة كبيرة في خط الهجوم، وهو كمهاجم يعرف أنه يتواجد محمد السهلاوي، نايف هزازي، كلاهم مهاجمين يلعبون في المنتخب السعودي. التحديات بينهم كمهاجمين في ظل ضغط المباريات الكثيرة. There is a lot of challenges between them. Yes. Yeah. Of course. They very good player as well. Yeah. طبعاً هم لاعبين جيدين جداً. If we have a lot of good player is good for the team. Is very good for the team. And everybody score. Everybody make the base. And is very good for the team. Yeah. طبعاً صح لاعبين جيدين، لكن كل ما كان في عدد أكبر من لاعبين جيدين أفضل لنا، فرص أكثر، تسجيل أكثر، يعني هذا شيء جيد بالنسبة لنا. أخيراً بعد أول مباراة ومبارك له أيضاً الكرة بما أنه سجل هاتريك، ماذا يعد الجماهير النصراوية؟ Congratulations for this ball because of the hat-trick and after this very good match, what you promised to the people of Nasser? I promise nothing, but I'm gonna do all the time my best. That's sure. لن أعد بشيء إلا أنه سأقدم أفضل ما عندي دائما. هذا أكيد يعني. أخيراً لمن سيهدي هذه الكرة؟ And for who you will present this ball? For the fans, because I'm very very surprised for the fans and they make me very very hot inside. Today is for them, special for the Al Nassr fans. Yeah. طبعا جمهور النصر بيهدي الكرة لأنه تفاجأ جدا ب ب ب يعني ترحابهم وبمحبتهم، قال يعني حركوا داخليته، فيعني كتير كتير مبسوط وعشان هم بيهدي الكرة. شكرا. Thank you very much. Thank you. شكرا. شكرا للحديث الأخير معنا اللاعب مايكا المحترف في صفوف نادي النصر. إذا متابعينا الكرام ألف مبروك لفريق النصراوي، حظا أوفر لنادي النهضة. نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات ولقاءات قادمة.